السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح نشرت بوست على الاكونت عندي ان انا كنت هنزل فيديو فيه تفاصيل انتهاء نزاع قانوني بين قناة قانون بالعربي وبين شركة جوجل او بين اليوتيوب. طبعا الموضوع كان محتاج بعض التوضيحات. النزاع هنا ما كانش بين قناة قانون بالعربي وبين اليوتيوب او بين جوجل، هي اليوتيوب او تتمثل في شركة جوجل كانت هي تعتبر الحكم والحكم في هذا النزاع. بمعنى الموضوع باختصار علشان ما اطولش عليكم، اليوتيوب ليه سياسة صارمة شوية في موضوع نشر الفيديوهات، وبيمنع منعا باتا ان اي شخص او اي قناة تستخدم محتوى خاص بشخص تاني، ولو حد عمل كده بيبقى فيه مشكلة على القناة عنده، وممكن جدا ان القناة تتقفل قفل نهائي. شفنا الكلام ده في العديد من القنوات اللي كان عليها ملايين المشتركين وملايين المتابعات والمشاهدات. الموضوع باختصار ان بالنسبة لي قناة قانون بالعربي هي مش قناة شخصية، انا بتعامل مع القناة دي معاملة ان هي ارشيف لكل ما هو قانوني باللغة العربية وبيتقال في مصر او بيتقال في اي لغة عربية على مستوى كل الدول العربية. يعني انا بتعامل ان القناة دي تعتبر ارشيف قانوني، بحاول ألم كل المحتوى القانوني الموجود في كل الدول العربية علشان المحتوى ده ما يضيعش. دي سياسة القناة وما كانش فيها أي مشكلة تماما، وما كانش فيه أي خلاف نهائي مع اليوتيوب، لحد كان في من فترة طبعا القضية الشهيرة بتاعت الفتاة نيرة، الولد اللي اسمه محمد عادل كان يعني قتلها في الشارع وكانت كل الناس شافت الجريمة، كان كل الناس منتظرة مرافعة النيابة العامة الخاصة بالقضية دي، فطلب مني على القناة ان انا اعيد نشر المرافعة بعد نزولها مباشرة. فوافقت، وكان الموضوع بالنسبة لي ان بمجرد ان النيابة العامة هتنشر الفيديو ان انا هاخد الفيديو ده وهعيد نشره تحت مسمى او تحت نفس العنوان الخاص بالنيابة العامة. وقد كان الفيديو نزل من هنا، اخدت الفيديو وعدت نشره مرة تانية والفيديو عمل عندي مشاهدات رائعة. وطبعا حاجة مهمة جدا عايز اقولها، اي فيديو مش انا اللي عامله بقفل عليه تماما الارباح، واليوتيوب ما بيسمحش ان فيديو انت مش انت اللي عامله ان انت تقدر تاخد عليه ارباح. بالاضافة ايضا ان الفيديو ده على قناة النيابة العامة الفيديو يعتبر دومين عام مفتوح، اي حد عايز يعيد نشره يعيد نشره، ما كانش عليه اي نوع من انواع المشاكل تماما. فعدت نشر الفيديو والفيديو انتشر وبقى يعني ناس كتير جدا شافته وترحمت على البنت ودعت على القاتل. وإذ فجأة الاقي قناة تانية تماما، حتى مش قناة النيابة العامة، يعني يا ريت قناة النيابة العامة هي اللي دخلت معايا في النزاع ده، لا ده قناة تانية تماما بتطالبني بالمحتوى وبتطالبني ان لو انا مفعل الارباح عليه تاخد الارباح الخاصة بالفيديو ده. انا اوريدي مش مفعل عليه اي ارباح تماما، وزي ما قلنا ان اليوتيوب مش هيسمح لي اصلا ان انا اتربح ماديا من حاجة مش بتاعتي، وخصوصا لما تبقى حاجة تعتبر حكومية. لكن الموضوع بالنسبة لي انا اعدت نشره زي ما في فيديوهات كتير جدا 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 بتنزل على نقابة المحامين بيكون مسموح فيها باعادة النشر، وفي فيديوهات كتير على اليوتيوب مسموح فيها باعادة النشر. الفيديو ده كان واحد منهم، فعدت نشر الفيديو فلقيت قناة تانية خالص دخلت في نزاع بتقول ان الفيديو ده بتاعي، يعني هي مش قناة النيابة العامة ومش قناة تابعة للدولة، ده قناة عادية جدا بتنشر محتوى قانوني ان المحتوى بتاعي قدها 10 20 30 مرة. فبيقول لك لا، المحتوى ده او الفيديو ده بتاعي انا اللي المفروض اكسب منه، وانا اللي المفروض اتربح منه، وانا اللي المفروض بس انشره. فطبعا الموضوع بالنسبة لي كان غريب قوي، بيطالبني ان انا اشيل الفيديو في خلال 7 ايام والا القناة هتاخد سترايك لو انا ما شلتش الفيديو. طبعا انا ما يفرقش معايا، انا طالما عارف انا بعمل ايه لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان انا اعمل حاجة انا مش مقتنع بيها. ما شلتش الفيديو وفتحت نزاع او فتحت منازعة على نفس الفيديو امام اليوتيوب، وخليت ان اليوتيوب هو الحكم والفيصل في هذا الامر. وطبعا ناس كتير جدا عندهم اعتقاد ان اليوتيوب بيحكم بالاسبقية فقط، يعني انا نشرت فيديو ففلان نشر فيديو بعدي بقيت انا صاحبه وخلاص. اوكي، هو في جزء كبير من الصح الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، ولكن في برضه جزء تاني من الصح ان هو اليوتيوب بيتبع كل ما هو قانوني في مصر. بمعنى ان لو في نزاع على فيديو معين او على فيديو كليب او على اي محتوى
واليوتيوب نفسه فشل في حل هذا النزاع، بيقول لك الجأ للقضاء، ولما القضاء يفصل في هذا الامر هات لي صوره من الحكم وانا انفذه لك على المنصه الخاصه باليوتيوب. يعني الموضوع يعتبر مراقب قانونيا من قوانين الدوله. كويس؟ تمام. فدخلنا في النزاع، انا كان كل همي مش ان انا اشيل الفيديو او لا، انا كان كل همي دلوقتي الفيديو ده او اي فيديو ما يخصنيش انا لا اتربح منه، ما بدخلش منه جنيه واحد، انا بنشره للمنفعه العامه فقط ولحفظ المحتوى القانوني علشان يكون موجود في مكان واحد. بعد عمر طويل ان شاء الله، يعني لما ربنا يفتكرني، هتشوفوا ان انا عملت كنز قانوني، لان ده مشروع بالنسبه لي ومش مشروع ربحي، ده مشروع بالنسبه لي يعتبر مشروع، يعني حاجه كده لوجه الله سبحانه وتعالى، حاجه هتفيد كل من يعمل في الحقل القانوني على مستوى الدول العربيه كلها. انتوا لو دخلتوا على القناه عندي هتشوفوا تعليقات الطلبه اللي بتدرس قانون في الدول العربيه مش في مصر، بيدعوا ازاي لينا وبيشكرونا على على المحتوى وعلى كل الدعم القانوني اللي موجود على القناه. ف دخلت في المنازعه مع القناه ديت على اليوتيوب، والحمد لله رب العالمين قدرت بكل الطرق الممكنه اثبت ان المحتوى ده يعتبر دومين عام، وان النيابه العامه هي صوت الشعب، وان النيابه العامه ما ينفعش حد ابدا مهما كان ان هو يحتكر صوتها او يحتكر فيديو خاص بيه ابدا، وان الفيديو نفسه هو يعني يعتبر اوبن سورس مفتوح، الناس كلها تعيد نشره مفيش مشكله. النيابه العامه ما حذرتش من اعاده نشر الفيديو، النيابه لو كانت هي اللي حذرت من اعاده نشر الفيديو ما كناش نشرناه. غير كده لو كانت الصفحه الرسميه او القناه الرسميه للنيابه العامه هي اللي دخلت في المنازعه وعملت كليم للفيديو او قالت الفيديو ده بتاعي ومش عايزين حد ينشره، كان فورا هشيله، لان هي الجهه الوحيده اللي من حقها ان هي تقول فيديوهاتي مين ينشرها، وهو الفيديو ده الوحيد اللي انا نشرته للنيابه العامه، لانها كانت قضيه راي عام وكان لازم كل العالم يشوف ان النيابه العامه اخذت حق البنت، فممكن جدا ان صفحه النيابه العامه ما تكونش واصله، فحبيت ان انا اساعد في هذا الامر. والله يعلم ربنا بدون يعني مكسب جنيه واحد من هذا الفيديو. فقدرت ان انا اثبت ان الاحكام بتطلع باسم الشعب، وان كل المحاكمات بتكون محاكمات علنيه، وان كل حاجه بتصدر في المحكمه طالما اتوافق عليها من رئيس المحكمه ان هي تذاع اصبحت ملك للجميع. ليه بقى؟ لان انا لا املك القضاه ولا املك المحكمه، وما دفعتش فلوس لوزاره العدل وقلت لهم بعد اذنكم انا عايز احتكر المحتوى الخارج عن الاحكام بتاعتكم، او احتكر منطوق الاحكام، او احتكر الكلام والحديث اللي بيقوله القضاه قبل الاحكام. الحاجات دي كلها ما حصلتش، مفيش حد يقدر يعملها اصلا. فعلشان كده الاحكام بتطلع عامه، يعني بشكل عام الناس كلها تقدر ان هي تشوفها، تقدر ان هي تسمعها. اكيد طبعا مش كل الناس في الفتره الحاليه تقدر تستخرج احكام، بس ده مش موضوعنا. انا بتكلم ان انا دلوقتي ممكن ابقى قاعد في جلسه بسمع حكم زي ما بشوف، ايه المشكله؟ فكره بقى ان مين صوره، انا صورته بموبايلي، فلان صوره بموبايله، طالما الموضوع ما فيش فيه حقوق حصريه، حقوق حصريه محدش يقدر ان هو يقول ما تنشرش ده او تنشر ده. وقد كان النزاع ده قعد فتره طويله، قعد شهور، ما بين كل شويه ايميلات رايحه جايه، مذكرات رايحه جايه، توضيح امور رايح جاي، علشان انا مش عايز ان انا خلاص، انا الموضوع بالنسبه لي لو كان خسرت الكيس دي كان القناه عندي هتاخد سترايك وكان هيبقى فيها مشكله. فالموضوع بالنسبه لي كان تحدي، مفيش فيه كلام، كان تحدي. فالحمد لله رب العالمين قدرت اثبت في الاخر ان المحتوى ده له بتاعي وله بتاعك، المحتوى ده بتاع النيابه العامه، الجهه الوحيده اللي تقدر توقف الاستخدام او اعاده النشر او اعاده استخدامه هي القناه الرسميه للنيابه العامه، مش حد تاني ابدا. انما اي حد من حقه ان هو ينشر اي محتوى قانوني موجود، طالما المحتوى عام، يعني اكيد مش من حق حد يجي يدخل ياخد الفيديوهات بتاعته وينشرها. ليه؟ لان ده محتوى خاص، انا مش شغال في وظيفه رسميه، ولا انا مثلا قاضي ولا مستشار علشان فيديوهاتي كل الناس تاخدها تنشرها، لا، انا راجل بشتغل محامي، المحتوى اللي بيطلع ده محتوى خاص بطلعه وبنشره للعامه، ولكن انا اللي صنعه. فقدرت اثبت اليوتيوب والجوجل ان المحتوى ده الحمد لله يعني له بتاعي ولا بتاع القناه التانيه. بالاضافه ان انا بفضل الله سبحانه وتعالى انا بقالي اكتر من 3 سنين مفيش عندي حقوق، يعني انتهاك لحقوق ملكيه واحده على فيديو واحد.
ولما جيت ادخل في نزاع دخلت في نزاع على حاجه اساسا مش بتاعه الشخص اللي بيطالب بيها خالص يعني. ولدرجه الكوميديا بيطالب بارباح الفيديو يعني، بيطالبني لو انا مفعل الارباح على الفيديو ياخد الارباح بتاعته، وانا قافل اوريدي الارباح. وده كان من اليوتيوب نفسه اللي هو ان اساسا عامل لوك على الارباح على الفيديوهات اللي ما تخصش حد يعني، ما تخصكش، فانت بتلاقي ان ما تقدرش تفعل عليها الارباح اصلا. ولو تقدر انا ما بعملهاش، علشان لو انا فعلت عليها الارباح ممكن يحصل معايا مشكله لو حد طلب بملكيه الفيديو. فكان الموضوع اخدني كده يعني، يعني واقعة شهيرة لما بيل جيتس وستيف جوبس كان بينهم مشكلة على أنظمة التشغيل. إن ستيف جوبس كان بيقول إن بيل جيتس سرقه، فبيل جيتس كان بيقول يعني فيما معناه أنت سارق نظام التشغيل وأنا سرقت منك نظام التشغيل، فإحنا الاتنين حرامية يعني. هي الفكرة في كده، ولا المحتوى بتاعي ولا المحتوى بتاعك، أنا فقط عدت نشر المحتوى مع الإشارة إن المحتوى ده خاص بالنيابة العامة، ما فكرتش ابدا ان انا اسطو على المحتوى. فعشان كده يعني الحمد لله ربنا وفقنا في الاخر، الفيديو اتفتح تاني ومفيش فيه اي مشكله تماما تماما تماما. القناه لم يعني يصيبها اي مشكله اطلاقا، بالعكس انا يعتبر فتحت المجال لنشر الارشيف القانوني. كل ما هو قانوني قديم او جديد حرفيا تايه وسط المحتوى هقدر دلوقتي ان انا انشره بسهوله، واقدر ان انا احفظه طبعا بعد اعاده ترميم الفيديوهات القديمه والفيديوهات اللي هي تعتبر بايظه. بقيت دلوقتي عندي الفريق الخاص بالمونتاج بيرمم الفيديوهات دي كلها وبيعيد نشرها مره تانيه على القناه. وخلي بالكم ان انا ما بنشرش حاجه بدون اذن صاحبها يعني. انا مثلا لو وريتكم كل المرافعات او كل الفيديوهات اللي اتنشرت عني لناس تانيه، انا بدخل استاذنهم وهم اللي بيوافقوا وبيقولوا لي اوكي تقدر تنشر الاستاذ. اللي بيكون مش عايز ما بنشرلوش اي حاجه. ولو بالصدفه البحته تم نشر فيديو والفيديو ده صاحبه كلمني مثلا مش عاجبه او حاسس ان انا مش عايز ان انا اظهر كده، فورا فورا الفيديو بيتعمل له لوك وبيتشال. ف دي نقطه مهمه. الحمد لله انا قدرت اثبت لليوتيوب واثبت لجوجل ان الحاجات دي كلها دومين عام او يعني اوبن سورس زي ما بيقولوا، نقدر نستخدمها ومش من حق حد ان هو يطلب بملكيتها، لان مفيش حد دفع ثمن الحاجه دي او هو اللي انتجها. الحاجه دي طلعت من الدوله يعني، النهارده محكمه قررت ان هي تصور احكامها وتنشرها على الانترنت. لو في تصريح لقناه فضائيه اخذت تصريح وصورت ونزلت الفيديو ده على القنوات الرسميه بتاعتها، ساعتها يبقى فعلا في كلام تاني، لان فعلا الموضوع هيتعامل دلوقتي ان هي اخذته على الاقل الفيديو ده اخدته بشكل حصري. انت بقى صورته بموبايلك انشر باللي صورته بموبايلك عادي، لكن الفيديو نفسه اللي متصور على القناه ده ملك القناه بس. بس كانت هي دي الموضوع، والحمد لله ربنا اكرمني فيه وقدرت ان انا اكسب النزاع ده، وقناتي تمام مفيش فيها مشكله. قناه الشخص اللي طالب بالفيديو هي اللي حصل معاه مشكله، وكان يعني لسوء حظه ان هو كان اخد 2 سترايك، فخد الاسترايك الثالثه وقناته اتقفلت. فيعني الحمد لله رب العالمين، القناة بتاعتي هي صوت لكل محتوى قانوني موجود في مصر وفي الوطن العربي كله. ربنا وحده يعلم ان انا بحاول اوثق المحتوى القانوني، مش عايزه يتوه وسط المحتويات يعني الرديئة، لان انتوا بتقدموا حاجة مفيدة. ويشهد الله ان كل شخص اتنشر لي فيديو عندي ظهر بأحسن صورة ممكنة، هو نفسه يمكن يعني كان ممكن يقابله شوية صعوبة انه يظهر بالصورة دي، حتى لو فيديوهات قديمة. الفيديوهات القديمة بتترمم وبيعاد نشرها بشكل اكتر من رائع. المرافعات، الاحكام، يعني كل المحاكمات نفسها، كل كلمات القضاء ان شاء الله هتكون موجودة على القناة الفترة اللي جاية. المرافعات سواء من اساتذة جداد او من اساتذة قدامى او من شيوخ المحامين ان شاء الله هتكون موجودة على القناة. ان شاء الله الاكتر ان هيتم تصوير كل الجلسات اللي ليها رأي عام او اللي ليها صدى كبير، هناخد اذن ان شاء الله وهنصورها تصوير احترافي وهننزلها على القناة برضه. وزي ما بقول، اي حد يحب ياخد المحتوى ده يعيد نشره، ده مش بتاعي انا، ما هو الا بحفظ المحتوى القانوني. وانا مش بعين نفسي واصي على المحتوى القانوني ولا حاجة، لا خالص.
هي مشروع بالنسبة لي، مجرد رؤية ومجرد فكرة. أنا شايف إن ده مشروعي، وده مش مشروع الربح. لا، مشروع الربح لو في القناة فأنا بربح أو بتربح من فيديوهاتي أنا، لكن المشروع المهني بالنسبة لي هي المحتوى القانوني الكبير ده اللي ضاع وسط محتوى رديء جدا، إن أنا أحافظ عليه وأخلي فيه مكتبة قانونية موجودة لمصر وللدول العربية، تكون حاجة تشرف، ما تكونش حاجة رديئة وتكون حاجة سيئة. بس كان هو ده الموضوع، الحمد لله رب العالمين. حبيت أقول لكم يعني ما حبيتش أتكلم الفترة اللي فاتت إلا بعد انتهاء المنازعة، وتم انتهاء المنازعة بشكل نهائي لا يقبل حتى المناقشة مرة أخرى. بالإضافة أيضا إن بقى في دلوقتي، يعني خلاص أنا فتحت المجال قدام اليوتيوب، بقت فاهمة حيثيات هذا الأمر، بقت فاهمة المجال العام وفاهمة المجال الخاص فيما يخص المحاكمات والأحكام والمرافعات والحاجات دي. وبس كده، قناة قانون بالعربي مكملة بفضل الله سبحانه وتعالى، مفيش عليها أي انتهاك لأي حق من حقوق الملكية الفكرية لأي حد مهما كان. وبس كده، وإن شاء الله دايما كده هتشوفوا حاجات جديدة هتعجبكم، وكل مادة هيبقى فيه تطور أكتر ونجاح أكبر للقناة إن شاء الله. وبإذن الله اللقاء الجاي على القناة هيكون الاحتفال بوصول القناة ل 100,000 مشترك، ونشوفكم على خير دايما إن شاء الله. السلام عليكم.